الوصفة اللي هعملها دلوقتي من الوصفات الرائعة. أنا عملتها في بيت السفير الأسترالي والناس كانت في حالة غير عادية. تعالوا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. هنحط شوية زيت في طازة سخنة، وبعدين هناخد البصل نحط كله فيها. سامعين الصوت؟ هنسيب ده يتحمر تحميرة خفيفة. الثوم، هناخد شوية من صلصة الطماطم. بصوا بقى حاجة بدأت ايه، شوية فلفل دلوقتي. هاخد العدس بتاعنا اهو، هناخد المرقة ونحطها. هحط دلوقتي على طول الكوكونات ميلك ونسيبه بأمان. حبيبي ده عطوس. وانتوا بتحطوا الملح على اللحمة ما تخافوش، حطوا ملح كفاية. سامعين الصوت؟ هو ده. لو انا قلبت دي دلوقتي كده مش هلاقي اللون اللي انا عايزه. شايفين اللون ده؟ انا عايزه يبقى هنا كمان. دي لازم يتغني لها دي، تعالي لي يا بطة. هو ده الكلام. هاخد شوية صغيرين من الزيت، أول ما تسخن شوية هاخد الكزبرة الخضرة هحطها هنا، وعليهم شوية الثوم. الله، ده اسمه كراست. العدس استوى وبقى زي الفل. يبقى أنا كده مش ناقصني غير البرزنتيشن. هحط عليها شوية من الفلفل الأحمر، وهناخد شوية من الكزبرة، هناخد شوية من مانجا خضرة، وهاخد معلقة مانجا معصورة، وهاخد شوية من باشن فروت، وهنحط ده في نص الطبق. مغرفة عدس صغيرة في النص. دايما لما نقطع اللحمة نقطعها على المايل بجنب كده مش كده. هناخد اللحمة بتاعتنا دي كلها وهنرصها هنا. ناخد بقى الخلطة الرائعة بتاعت السبانخ عشان تديني بقى ايه، حرمشة اكتر، شوية لوز محمر. اقسم بالله طبق يدرس، ده يدرس. طعم هيخلي بقكم يعمل كده يلعب. يلا الف هنا وشفا.